ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج السرطان ونصايح مهمة جدا لعام 2021. برج السرطان ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا، بس احنا لازم نلتزم كده ببعض النصايح لان عندنا في بعض الضغوط شوية، مع ان عندنا في امور فيها تحسن كبير جدا واتكلمنا من خلال التوقعات على حاجات كتيرة ايجابية، لكن في نصايح مهمة قوي ان احنا نسمعها. من اول الحاجات اللي عندنا ان احنا عندنا تحسين في الوضع المادي هيكون موجود بشكل يعني بتقلب شوية لحد ما نوصل للاستقرار المادي، لكن في نصيحة مهمة عشان اوصل للاستقرار المادي بشكل قوي، وهي ان انت لازم تكون عارف انت بتدي فلوسك لمين، بتشغلها فين، بتصرف ايه، المشروع ده هيجيب لك ايه. لازم يكون عندك دراسات جدوى كده لامورك المالية او لامورك المهنية، لان عندك كمان في مشروع جديد، في بداية جديدة، في سفر، في بداية جديدة مهنية او بداية دخل مادي جاي. ده نقطة مهمة جدا. عندك حاجة ليها علاقة بالعقارات او ارض او شيء، اراضي مثلا، ممكن تكون عندك عايز تبيع ارض او عايز تبيع شيء. احذر 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 من البيع، لان البيع انت هتكون متسرع في الوقت اللي مش مناسب، هتكون متسرع في بيع عقار او بيع ارض في الوقت اللي مش مناسب. اما الوقت المناسب هو القوي، او اللي ممكن زي من الاخر كده ما بنقولها بالبلدي، استنى لما البيعة تتقل، يعني البيعة تجيب لك فلوس اكتر. ده فعلا حقيقي لبرج السرطان، ما تكونش متسرع في شيء بيع حاجة مادية، لان عندك كلام كتير هيتقال ليه علاقة بانك تبيع حاجة من ممتلكاتك. كون حريص جدا جدا على ده يا برج السرطان، انك تقع في الفخ ده. طيب برج السرطان كمان من الحاجات المهمة جدا قوي من خلال النصايح هي ليها علاقة بالامور العاطفية، انك ما تديش فرصة لاي حد يتدخل في شؤونك العاطفية، او ما تديش اي حد احقية ان هو يتكلم او يقولك او يشككك في علاقتك العاطفية، يعني التقويم اللي هو عمل لك ايه، سوى ايه، جاب ايه، كل الحاجات دي. حاولوا ان انتوا تكونوا العامل الاول في حياة الشريك، حاولوا ان انتوا اللي تكونوا العامل الاول في الحب والرومانسية، او تدوها اهتمامات. ابتعد عن العصبية والانتقاد، وان انت يكون في حتة الغيرة شوية او التنشنة في التعامل. خلي بالكم جدا وكونوا حريصين جدا جدا في الامور اللي زي دي. ليه؟ لان عندك ممكن تكون معرض لانفصال او معرض لمشكلة عاطفية، زي ما انت معرض لتحسين في الاوضاع العاطفية، زي ما انت معرض نفس النسبة ليه بعض الاختلافات، وده طبعا بيختلف النسبة من خلال الشخص نفسه ومن خلال العام اللي هو 2020 ل 2021. وكمان زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا عندنا عام 2020 مرتبط جدا ب 2021، وامتى يحصل الاختلاف؟ في شهر ديسمبر 2021، وده بسبب يعني المشتري وزحل حاجات كده مش عايزين نخش فيها يعني. لكن عامة فعندك لو انت في مشاكل عاطفية، فانت هتكون المشاكل دي ممتدة معانا في 2021. عشان كده لازم نلتزم بامور معينة، ان احنا نحسن علاقاتنا مع الشريك، نبتعد عن اي حد ممكن ان هو يتدخل سواء من ناحية الشريك او من ناحيتنا، ما نديش فرصة في الاتجاهين ان يدخل طرف ثالث مش للحب، طرف ثالث اللي هو التقويم والمشاكل واللي هو ان ينشأ الغيرة ما بيننا والكلام ده كله. برج السرطان عندك طرف ثالث، في جزئية عندها طرف ثالث، طرف ثالث يعني هو مرتبط وفي عنده ارتباط اخر. لازم تكون حريص، لان ده انت اللي هتضر فيه في الاخر، يعني انت بتضر الطرف الاول وبتضر الطرف الثاني والطرف الثالث معاك، يعني انت ضرر من كل النواحي. خلي بالك وكون حريص ان انت لما تيجي تاخد قرار، القرار ده اعرف نتيجته بعدين، عشان ما ترجعش تندم او ترجع انك تخسر المحيط اللي حواليك. خلي بالك جدا جدا من ان انت في كلام كتير هيتقال عليك بسبب الامور العاطفية او العلاقات الطرف الثالث. خلي بالك انك لازم تكون قادر ترد قبل ما تاخد خطوة، سواء بالبعد او سواء انك تقرب الطرف الثالث ليك. الاحسن ليك ايه انت اللي تقدر تحدد ده، ولكن انا اشوف الاحسن ايه، اشوف الاحسن ان احنا نكون عارفين قيمة اللي جاي قبل ما نتسرع في اي قرار، سواء بقبول برفض ايا كان ايه هو. طيب ده الامور العاطفية. بالنسبة كمان لنصيحة تانية مهمة جدا لبرج السرطان، حذروا ان انتوا تسمعوا من اللي هو حتة انا قريبك،
انا اختك، انا اختك لازم تسمعي مني. لا فكره ان حد يقول لك انا اللي منك وانا اللي خايف عليك ومحدش هيخاف عليك قدي ومش عارف ايه، محدش هيخاف عليك قد نفسك، محدش يخاف عليك قد نفسك. فلازم تكون حريص جدا جدا ان انت اللي تدعم نفسك، وانت اللي تبقى بتفكر في القرار مره واثنين وثلاثه لحد ما تاخد القرار الصح. حاول على قد ما تقدر اللي يقول لك حاجه فكر في كلامه عشان تعرف هو ايجابي ولا سلبي، عشان تعرف هو الشخص ده كويس ولا لا. وخلي بالك اوقات كتيره بيقول لك الاجابه الصحيحه او بيقول لك الاختيار الصح او الامثل فعلا ليك، بس اكيد هيكون ليه مصلحه في الموضوع. ليه انا بقول ده؟ احنا مش بنشكك في الناس اللي حواليكم، ولكن احنا بنقول كونوا حذرين من الناس اللي حواليكم، لان لو في 5 اشخاص مميزين، في من ضمن ال5 اشخاص دول 2 مش كويسين. لازم نكون حريصين جدا يا برج السرطان من التعامل الاجتماعي والناس اللي حوالينا بشكل قوي جدا، لان للاسف هتلاقي ان حد من المقربين ليك هو يعني بما شابه عدو ليك. طيب برج السرطان من ضمن برضو النصايح المهمة جدا جدا ان عندك طاقة حسد وسحر، وده لازم نكون حريصين. عندك روحانياتك قوية تقدر تدلك على ده، فلازم ان انت يعني انت تقدر كمان تحافظ على نفسك كمان من خلال الروحانيات في حاجة تانية، في الدلالة والاشارات. يعني اوقات كتير تلاقي ان في اشارات بتقولك لا خلي بالك انت في كذا او في كذا، ليها معنى هنا ليها معنى هنا. فانت لازم تكون واعي للحاجات دي، لان اوقات بتبقى مش واخد بالك من حاجة، يحصل حاجة ليها علاقة دلالة كده او اشارة تحسسك لا انا لازم ارجع للقرار ده اشوف كده الدنيا ماشية ازاي. فهيكون فعلا في حاجة ايجابية او حاجة يعني ايجابية في انها توريك النقطة المعينة. طب حاجة تانية مهمة كتير، كون حذر بان اشخاص تقومك ضد اشخاص تانيين، مش في العلاقات العاطفية، لا ممكن حد يكون بيكره فلان اخليك انت كمان تكرهه بالكلام والزن. كونوا حريصين من الاخر على الشخص الكلامانجي، على الشخص اللي هو بيحط لك السم في العسل ويقول لك ده عسل، لا هو اللي عسل. فخليك انت دايما تكون واخد بالك من الاشخاص دي دايما. يعني فعلا فعلا يا برج السرطان، انا مش عايزه اقولها فعلا عشان ما نخوفش حد او نقلق حد، بس فعلا في اشخاص عندنا وحشين وصعبين ومزيفين، يعني قربهم لينا مزيف. فلازم نكون حريصين على ده، ولازم تكون انت اللي قوي، انت المميز يعني. طيب برج السرطان كمان عندك فيه حضور احتفالات او مناسبات، حاول ان انت تلبيها، حاول ان انت فعلا تحضر المناسبات دي او الحاجات دي، لان هيكون في خير، في دعم، في فرحة، في خروج من حالة معينة، في عندك خروج من حالة اكتئاب، انت منتظر شيء بشغف جدا جدا. هيكون عندك اشياء من الحاجات اللي انت منتظرها بشكل قوي موجودة في الاطار المناسبات، الاحتفالات، الاجتماعات، فعندك ده جدا. ممكن يكون له تأثير بعلاقات عاطفية او امور ترفعنا يعني، فده برضو موجود جدا، او حاجات احنا هننبسط ليها قوي يعني، هنكون فرحانين بالحدث ده، فرحانين بالشيء ده. برج السرطان كمان عندك حاجة مهمة، حذر من التسرع. التسرع كمان اكتره في الزعل، اكتره في الزعل، يعني ما بلاش حتة ان انا ازعل بسرعة، ما بلاش حتة اللي هو خلاص انت عملت كذا كذا طب خلاص بقى خلاص، لا حتة ان احنا نقفل ونعند والكلام ده كله لازم نتجنبها. لازم يكون عندك حتة اللي هو خد ودي كده في الكلام، اللي هو انك تكون دبلوماسي اكتر، اذكياء اجتماعيا اكتر. برج السرطان على فكرة انا عن نفسي انا بحب جدا طريقة التعامل مع برج السرطان، يعني بحب، هم غلابة، هم بصراحة غلابة. في ناس بشوفهم اللي هو عارفين اللي هو ببقى عايز انا انقذهم كده اقول لهم خلي بالكم، بس الواحد بيتحرج عامة يعني، اقول هنا لكن بشكل مباشر مش هروح اشكك حد في حد يعني. المهم برج السرطان لازم تكون عندك دبلوماسية في التعامل، لازم ان انت تكون لا ان انا ما زعلش على اي حاجة، ما تسرعش في ان انا اتخانق او ان انا اخد موقف في موضوع يعني، لازم ان انا اكون كده هادي كده واخد الدنيا كده بالهداوة. طيب الوضع الصحي، مش محتاجين ان احنا نحذر على الوضع الصحي، يعني هو معروف الوضع الصحي لازم نكون حريصين جدا، نخلي بالنا قوي قوي على الصحة النفسية. برج السرطان مهما كنت بتعاني من مشاكل جسدية او جسمانية، ان انت مشكلة معينة، لا لازم تكون حريص على النفسية، لان النفسية هي خير علاج ليك، ان انت تقدر ان انت تستشفى بشكل سريع لو عانيت من اي مشكلة النفسية عندك تخليك ان انت تكون احسن وافضل. فده مهم جدا جدا ان احنا يعني نكون مهتمين بالحالة النفسية، نخرج ونتفسح ونحضر مش عارفة ايه، ولو احنا عندنا مناسبة عايزين نعمل ايه ونجدد جو ونغير جو لازم نعيش اجواء حلوة.
حاول على قد ما تقدر ان انت يكون عندك حالة سفر كده، فلان انت عندك سفر. الوضع الدراسي لو هنصح برج السرطان فيها اقول ان برج السرطان لازم تهتم بالنظام الغذائي جدا، بنظام المشروبات اللي تعلي مستوى الذكاء عندك. احنا اذكياء بس احنا مستوى النشاط، يعني عايزين حاجة تنشطنا. يعني في نفس الوقت تبتعد عن اي خلافات، لو عندك خلافات اسرية او الخلافات ابتعد عن التأثير او ان يتأثر عليك الخلافات يا برج السرطان. برج السرطان كمان عندك الوضع التسرع في السواقة والحاجات دي ممكن يعرضنا لحوادث. انا طولت عليكم بما فيه الكفايه بس اعذروني، هكمل لكم في التوقعات الشهريه تكون بشكل تفصيلي اكتر، ولكن دي التوقعات بشكل عام في خلال السنه. مهم جدا ان احنا نكون مركزين على النقاط اللي اتكلمنا فيها لان فعلا مهمه لبرج السرطان. لو خلينا بالنا صدقوني هندخل في مرتبه الحظ بشكل قوي، لان عندك حظوظ. وانا اتكلمت قبل كده ان برج كل الابراج عندنا حظوظ ولكن باختلاف المقدار. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.